طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول مصادر في حزب الدعوة، حديث العبادي عن قوائم الفاسدين، دعاية انتخابية. وفي المحور الثاني نناقش شهادات ضحايا مجزرة سنجار الذين قتلتهم ميليشيات أيزيدية. فاصل ونعود إليكم. قالت مصادر في حزب الدعوة الحاكم إن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يعلن عن نتائج التحقيقات في ملف محاربة الفساد، كما أن حديثه عن القوائم المسربة للفاسدين التي ستظهر خلال الفترة المقبلة غير دقيقة ولا يتجاوز كونه دعاية انتخابية. المزيد في سياق التقرير التالي. الفساد الحكومي التي يشنها السياسيون على بعضهم البعض بين الحين والآخر لا تتجاوز كونها دعاية انتخابية، حيث إن ملفات الفساد التي يعلن أنها كشفت لا يصدر على إثرها أي قرارات لإنهائها. رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يقم بالكشف عن أبرز النتائج التي حققتها حملته في مكافحة الفساد التي يقودها بالتعاون مع فريق من المحققين الدوليين واسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، بالرغم من حديثه الدائم عن رصد الكثير من ملفات الفساد. مصادر في حزب الدعوة الحاكم والذي ينتمي إليه العبادي قالت إن الأخير يتحدث عن محاربة الفساد، إلا أنه لم يعلن أي شيء حتى الآن عن النتائج المتحققة في هذا الملف، مؤكدا أن حديث العبادي عن القوائم المسربة للفاسدين التي ستظهر خلال الفترة المقبلة غير دقيقة. اختيار العبادي لتوقيت حملته في الحرب ضد الفساد بالتزامن مع قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لا يفسر سوى دعاية انتخابية في حال كشف بالفعل عن إجراءات ضمن هذا الإطار أو لم يكشف. آخر تصريحات العبادي حول الفساد جاءت خلال كلمة له على هامش مشاركته في احتفالية النصر، حيث قال إن حكومته تسمح للفساد بالدخول إلى الأجهزة الأمنية ويجب العمل على كشف الفاسدين للحفاظ على النصر على حال قوله. وعلى الرغم من حساسية ملف الفساد الذي يمس المواطن بشكل مباشر، إلا أن نوايا العباد لم تتضح للعلن كإجراءات فعلية، ولم تتجاوز كونها تصريحات إعلامية كإعلان النصر على تنظيم الدولة. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ صباح الخزاعي الأكاديمي والسياسي العراقي من لندن، والأستاذ حذيفة إبراهيم الإعلام العراقي من البحرين، فمرحبا بكما معنا. أستاذ صباح الخزاعي، هل يعقل أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيقوم بالكشف عن ملفات الفساد المرتبطة تحديدا بشركائه في حزب الدعوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو لا يستطيع حقيقة، وكل ما يقوله هو يعني دعاية انتخابية كما يقال، لأن الفساد مستشري كما نعرف في مفاصل الدولة منذ 2003 لحد الآن، يعني وتحت نظر الإدارة الأمريكية المحتلة والحكومة وحكومة الملالي في طهران. يعني ما أريد أن أقوله أنه هذا الفساد مغلف ب غلاف قانوني يقننوه، إضافة إلى ذلك مسكوتا عليه حتى من قبل المرجعيات. يعني تستطيع المرجعية في النجف أن تفتي وتقول يجب محاربة الفساد فورا، يعني جهاد، لكنها لا تقوله لأنه حتى داخل المرجعية في النجف هنالك فساد، وبالتالي الفساد أصبح نعمة لهم وليس نقمة، ويتم استخدامه كسيف أو ككارت أو كقضية ضد الآخرين. الكل يقول نحن ضد الفساد، والكل يقول نحن ضد الطائفية، والكل يقول نحن ضد الاحتلال الأمريكي، والكل يقول نحن ضد التدخل الخارجي، والكل يقول نحن يعني ضد التجيش الطائفي، لكن كلهم أو لنقل معظمهم المغلبية الساحقة داخل العملية السياسية
يقومون عكس ذلك، كلهم يستلمون، كلهم فاسدون. يعني أنا وجهة نظري حقيقة، وأنا لا يعني أجامل في هذا، كل الذين يعني في العملية السياسية هم خونة وعملاء وفاسدون، لأنهم شرعنوا الاحتلال وتغاضوا عن قتل الناس. المصيبة في العراق هو أن ليس فقط سرقة المال، وإنما القتل. يعني ليس لديهم مانع أن يقتلوا وأن يهجروا وأن يظلموا وأن يقتلوا في الموبقات من أجل المال، ويقولون بأنه هذه هي العقيدة ونحن نقاتل. يعني هو يعني عندما يقول نحن انتصرنا على داعش، كيف انتصرت على داعش وأنت دمرت مدينة من أجمل المدن على الكرة الأرضية وهي مدينة الموصل العريقة؟ يعني أنا هسه قاعد في بريستول وهي مدينة يعني إنجليزية وكل القضايا فيها، لكن أنا لا تساوي عندي مربع من مربعات الموصل. الموصل مدينة عريقة، مدينة يعني تحمل تراث العراقيين والعرب والمسلمين، دمرت في ليلة وضحاها كما أختها يعني الأنبار وجرف الصخر يعني ماذا تريدني أن أعدد لك؟ يعني الانتصار تحقق على الحجر. هو الذي هم انتصروا على الشعب العراقي، وهم انتصروا على البناء والتراث العراقي. فنعود على السؤال مالتك، نعم هي دعاية انتخابية لا يستطيع أن يقوم أن يفعل، ونازلنا ننتظر نحن العراقيين منذ 2003 لحد الآن أن نرى شخصية واحدة، سواء كانت يعني في عضو في مجلس ما يسمى بمجلس الوزراء أو في البرلمان أو في مراكز يعني بالمحافظات، أن يتم اتهامه. يعني بالنسبة إلى قضية الموصل، يعني تسليم الموصل إلى داعش عملية جريمة كبرى من الجرائم. يعني يجب أن 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 كل الحكومة تعاقب وتحاكم من نور المالكي إلى أصغر واحد في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. أستاذ صباح أعود إليك. أستاذ حذيفة إبراهيم، يعني هل يريد رئيس الوزراء حيدر العبادي ضرب شركائه داخل حزب الدعوة من خلال هذه الدعاية كما تصفها مصادر داخل حزب الدعوة؟ أول شيء أرحب بك وضيف برنامج الدعوة الكريم صباح وكل المشاهدين. صراحة الموضوع مثل ما قال الأستاذ صباح هي دعاية انتخابية، ولكن الموضوع أيضا أنا من وجهة نظري إلى هدف آخر، وهو ابتزاز ضحية السياسيين. هم الكل متوقف عمليات فساد، ولكن أحيانا يتم استخدام هاي الورقة لابتزاز، لإعادة تشكيل تحالفات، لإعادة تكوين يعني بعض التحزبات، أو تكوين يعني الدعم للحصول على الدعم، فيقوم يبتزهم عن طريق يعني تهديدهم بفتح ملفات الفساد. هاي الموضوع للأمانة شفناه بالعراق، السيء الذكر نور المالكي اللي كان يوم من الأيام رئيس وزراء للأسف قام بنفس العملية، الثلاثيين فيما بينهم قاموا بنفس العملية. هذا يعني هاي الموضوع محاربة الفساد من 2003 واحنا نسمع عنه، وهو فعليا عبارة عن يعني شماعة أو سيف تهديد، سموها مثل ما تحبون تسموها، لي يعني كسب تحالفات أو سكوت عن أمور، أو حتى يعني ابتزاز السياسيين يبتزون بعضهم البعض في الملفات. ففعلا يعني محاربة الفساد لن تكون بالعراق بتاتا في ظل هاي الحكومة، لانه اذا الهيئه اللي تدقق على الفساد هي متورطه به، اذا نواب المفترض هو يكون الجهه اللي تراقب عمل الحكومه هو فاسد، فانت يعني شلون تتوقع من كل هالجهات هذه انه هي تحارب الفساد؟ نعم، كيف يعني دعايه انتخابيه شعارها محاربه الفساد سوف تنطلي من جديد على الشارع العراقي؟ أنه يعني الشارع العراقي قاعد يعيد نفس الأغلاط اللي يقوم بها من 2005 و2006 و2010 بالانتخابات حتى 2014 وراح نشوفها هسه. الشارع العراقي نعم يعني يمكن
يمكن الى الان الوعي او النصب السياسي. استاذ حذيفه يعني عذرا على المقاطعه، هناك مشكله في الصوت، سوف نعاود على الاتصال بك. استاذ صباح الخزاعي، يعني اللجنه المشتركه بالتعاون مع هيئه النزاهه المستقله اعدت قائمه وصفتها بأنها قائمة أولى تتضمن أسماء 49 شخصية متورطة كما قالت بملفات فساد، من المقرر تحويلها إلى القضاء للبدء بالتحقيق فيها، وتبلغ مجموع الأموال التي يرجح أنها نهبت في هذه الملفات أكثر من 24 مليار دولار، وذلك طبعا ضمن صفقات تسليح مع دول مختلفة واستيراد واستثمارات وهمية. أليس هذا الرقم قليل مقارنة بمئات المليارات التي سرقت أو أهدرت في عهد رئيس الحكومة السابق نور المالكي؟ أحسنت، بارك الله فيك. نعم، أنا يعني هذا الرقم يعني صغير جدا قياسا ب 2000 مليار. هسه آخر الإحصائيات تقول 2000 مليار مهدرة أو استلمتها، لنقول 2000 مليار استلمتها الحكومة العراقية منذ 2003 ولحد الآن، وهي كالتالي: مبيعات النفط، المخزون قبل الاحتلال، النفط مقابل الغذاء، تذكر أنت هنالك يعني صندوق كانت الأمم المتحدة ولم يسمحوا للنظام الوطني في ذلك الوقت أن يستغله استغلال كاملا، وبقيت أحجام مبالغ هنالك، إضافة إلى المساعدات المالية التي تأتي من الدول منذ 2003 ولحد الآن. لنقل يعني أنا وجهة نظري، يعني لا أتردد أن أقول بأن هي أكثر من 1000 مليار أهدرت، وبالتالي 24 مليار لا شيء، هاي فقط تلهية للشعب، يلهون الشعب، وهذه مقصودة على فكرة. يعني كما قلت، يعني أنا أؤمن بنظرية المؤامرة، وهو أن الأمريكان والإيرانيين متواطئون، بلد أخي مو بلدهم، استباحوه ونهبوه، نهبوا كل ثرواته، نهبوا كل ماله، نهبوا كل ذهبه، نهبوا كل تراثه، نهبوا كل يعني يعني الأشياء التراثية، الآثار كلها نهبوها، وبالتالي لا يهمهم أن يضللوا الشعب. وكيف هو يكون التضليل؟ يعني أنا طبعا ليس من هؤلاء الذين أعول على هذه الانتخابات. الانتخابات قامت أم صعدت هي مزورة ومسبقة، ونعرف من الذي سيأتي. الانتخابات هي صورية على أساس أكو ديمقراطية، لكن بحقيقة الحال كل الأمور مرتبة. من الذي سيأتي لرئاسة الوزراء، ومن الذي سيأتي إلى النائب، توافقية مهما تكن، فالانتخابات هي صورية. نعم، يعني هل أستاذ صباح ممكن أن تكون هذه القائمة التي تضم يعني نحو 90 شخصية مرتبطة بالفساد بأنها تكون من خارج حزب الدعوة، من الدائرة البعيدة عن رئيس الوزراء حيدر العبادي؟ يعني أذكرك بالقائمة 38 اللي سوتها لجنة سقوط الموصل، حاكم الزاملي وعلى رأسهم نور المالكي، وين راحت هاي القائمة؟ أيهما أخطر؟ نعم، القائمة 24 أنت تتكلم عليه هسه حاليا من 40، أم قائمة لجنة سقوط الموصل؟ تدري أنت الخيانة يعني أكثر يعني بشاعة من الفساد، وبالتالي فكلها يعني بالونات إعلامية فقط لملء الفراغ، لأن ليس هنالك إنتاج. نعم، ليس هنالك إنجاز لكي يصفق لهم الشعب العراقي. لم يبنوا مستشفى، لم يبنوا شارع، لم يبنوا مطار بخير، لم يبنوا حتى ملاعب للرياضة، وبالتالي ماذا يقولون؟ نقوم بإجراءات سياسية، محاربة الفساد، متابعة الجرائم، مسكنا عصابة مخدرات وغير ذلك. روح أنت على المحافظات وشوف المصائب، خصوصا في البصرة مثلا. البصرة التي ترقد فوق يعني بحر من النفط، ما بها مي حلو، الناس تشرب من عدة. أستاذ حذيفة إبراهيم، يعني أرحب أجدد الترحيب بك. لم يبقى على الانتخابات سوى أشهر قليلة، لماذا رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يقم لغاية الآن بمحاسبة الفاسدين كما يصرح دائما في المؤتمرات الصحفية؟
العنيان هو احد المتورطين بالفساد، فتح ملفات الاخرين، يعني ايضا فتح ملفاته هو شخصيا، وهالشيء راح يكون جدا مضر بالنسبه له. نعم. وراح يكثر من صورته. ولكن في نقطه انا كنت يعني قبل لا ينقطع الاتصال كنت حاب اقول، النقطه تتعلق يعني للاسف الصوت، ما زال هناك مشكله في الصوت مع الاسف، يعني سوف نعاود الاتصال بك مرة ثانية أستاذ حذيفة. أستاذ صباح الخزاعي، يعني 181 ملفا ما بين فساد مالي وإداري وانتهاكات وجرائم تطهير طائفية وعرقية ترتبط باسم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال سنوات وجوده في السلطة ما بين 2006 و2014، لكن لم يتم إدراجها لغاية الآن في قائمة التحقيق القضائي. برأيك هل يخشى العبادي من نوري المالكي؟ طبعا يخشى. هم طبعا هم يعني القيادة، حزب الدعوة، قيادة حزب الدعوة صعدت أم نزلت فهي تحت إشراف قاسم سليماني، وقاسم سليماني يحضر اجتماعات التحالف الوطني بين قوسين الشيء. العبادي واجهة مقبولة لدى العالم ومقبولة لدى، لأن هم سوقوا له، الأمريكان سوقوا له والعالم سوق له والاتحاد الأوروبي سوق له على أنه هو يقوم بمهمة هذه المؤامرة القضاء على داعش. هي كلها مؤامرة، هو داعش مؤامر، والقضية هي كلها مؤامرة. وبالتالي هنالك يعني حدود يستطيع أن يفعلها حيدر العبادي، غير ذلك ما مسموح لأن يعبرها إلا تكون بالتوافق، يسموها الحكومة السرية، يعني أو اللجنة السرية التي تحكم العراق، وهي اجتماعات سرية بين المخابرات الأمريكية والمخابرات الإيرانية والمخابرات العراقية اللي هي تابعة إلى المخابرات الأمريكية، وتعطي توجيهات إلى أي رمز من رموز الدولة لكي يتصرف، ومن ضمنهم المالكي وحيدر العبادي. حتى البرلمان على فكرة فلا يستطيعون أن يتحركوا ولا يعني انت لماذا تلوم الحكومه؟ الحكومه يقول لك اني يعني دا اشتغل دا اسوي كذا وكذا، لكن احكي لي على السلطه التشريعيه، ما يسمى بالبرلمان اللي يفترض ان يمثل الشعب، لكن هذا البرلمان حقيقه ما يمثل الشعب اخي، هذا البرلمان يمثل الاحزاب الفاسده العميله الخائنه، هذا هم البرلمان يمثل أحزاب العصابة التي تهيمن على مقدرات العراق. واحد شرعا لله، حزب الدعوة طائفي، الحزب الإسلامي الطائفي المرادف له، هذا شيعي هذا بين قوسين سني، واثنيناتهم لا يمثلون لا السنة ولا الشيعة، ما يمثلون الشعب العراقي، والحزب الكلداني والحزب التركماني والحزب الكردي وغير ذلك. الوضعية يعني أكثر من ذلك بكثير، الوضع يحتاج إلى انتفاضة عراقية كالانتفاضة التي تحدث في إيران. نعم. يحتاج العراقيين أن يقوموا بانتفاضة حقيقية وليس انتفاضة switch on and off يطفيها ويشعلها مقتدى الصدر، لا، يجب عليهم أن يصحوا، يجب عليهم أن يصحوا وأن يقوموا بانتفاضة قوية. نعم. البدء بتمزيق كل صور الخميني وخامنئي واللافتات التي ترفع في أرض العراق الطاهرة. نعم. وقد بدأت هذه الحركة، يعني وصلتني أخبار هنالك شباب عراقي يقوم بهذه المهمة، وإن شاء الله تكون شرارة، أن تكون انتفاضة حقيقية للتخلص من هذه الزمرة ومن هذه العملية السياسية الباطلة. يعني يلعبون بعقولنا. يعني أنا أتابع الإعلام وأتابع الفضائيات، ليس هنالك معلومات من العراق، لو قتل. نعم. لو داعش، لو تفجير، لو فساد وكل شيء ماكو. نعم. لو انتخابات وكل شيء ماكو. هسه نعم. راح يدخونه منا الى ان تصير الانتخابات. نعم. تصير لو ما تصير راح يحاربون من يتقدم، 240 او 140 حزب متقدم الى الانتخابات يمثل العراق، شنو المهزله هذه؟ نعم. استاذ حذيفه ابراهيم، النائب جاسم محمد جعفر القيادي بالتحالف الوطني قال في وقت سابق بأن مفتاح الولاية الثانية لرئيس الوزراء حيدر العبادي سيكون من خلال هذه الحملة، يقصد الحملة على الفساد التي لا تقل أهمية كما قال عن الحرب ضد داعش وفقا لقوله.
كيف تقرأ هذا التصريح للنائب جاسم محمد جعفر؟ نفس السياق أخوي العزيز. نعم. نفس سياق الدعايات الانتخابية وغيرها. للأسف يعني السياسيين جميعهم ولا أستثني منهم أحد منخرطين من بالفساد من الألف إلى الياء. وكل من رفع هالشعار هو حقيقة قاعد يبتز خصومه للحصول على مكاسب. فلا نتوقع أبدا ولا على الشعب العراقي بتاتا أن يتوقع أنه مثل هذول الناس يحاربون الفساد، لا رئيس الوزراء ولا أي واحد من أعضاء مجلس النواب، لأنه كلهم متورطين به. يبقى الموضوع الأهم، احنا متفقين أنه الانتخابات يتم التلاعب بها بأي طريقة من الطرق، ولكن الموضوع الأهم هو شلون العراقيين نفسهم يتخلصون من هذا الموضوع. فلازم العراقيين نفسهم هم اللي يأخذون المبادرات للتخلص من الفساد، هم نفسهم يحاربوا. نعم. أستاذ صباح الخزاعي، كيف تقرأ خريطة حزب الدعوة إذا ما افترضنا طبعا تصاعد الخلاف حول ملفات الفساد؟ هو يعني نعم، تعرف أنت كل الشائعات تقول بأن هنالك يعني قائمتين، قائمة نور المالكي وقائمة حيدر العبادي، وأعتقد قدموا على أساس إلى لجنة الانتخابية، يعني المفوضية لكي ترضى عن المفوضية العليا للانتخابات، ويقول لك وافقوا عليها، وهذا أعتقد مخالف للقانون، لأن حزب الدعوة هو حزب واحد لا يمكن أن ينفصل إلى قائمتين. لكن تعرف أنت الأمور كلها بيديهم، يعني المفوضية العليا للانتخابات، المفوضية المستقلة، هي مؤسسة على شكل طائفي، يعني كم واحد من حزب الدعوة وكم واحد من التحالف وكم واحد من حزب يعني التيار الصدري والكردستاني وجماعة السنة، وهاي يعني نعرفها. يعني تريد أرنب أخذ حصان، تريد حصان أخذ حصان، يعني في نهاية المطاف ما يريدونه أن سوف يتم. لكن التشكيل حزب الدعوة تدري هي أزمة، تعرف ليش أكو أزمة؟ لأن كلهم دجالة وكلهم عملاء وكلهم فاسدين، وبالتالي من الذي يتصدى لكي يقوم ليخدم وليه؟ ووليه سواء كان إيراني أو أمريكي يتسابقون على الولاء وتنفيذ الأوامر، وليس تحقيق طموحات الشعب العراقي، والسباق مستمر. لكن كما قلت لك، الحصة الكبيرة أعتقد هو حيدر العبادي، يعني حيدر العبادي جاي سواء كانت انتخابات موجودة أو غير موجودة، حيدر العبادي باقي بالمشهد لأن هو مقبول من كل الأطراف. أما نور المالكي فنور المالكي مستعملي مثل كلب الراعي لكي يهش الغنم من هنا وهناك، نور المالكي. يعني أما حظوظه أن يعود إلى السلطة فهذا من المستحيلات. أستاذ حذيفة إبراهيم، هل تتوقع أن تحدث انقسامات في نفس سياق السؤال الذي طرحته للأستاذ صباح الخزاعي، هل تتوقع أن تحدث انقسامات وانشقاقات داخل حزب الدعوة في الفترة المقبلة؟ الحزب مثل ما نعرف أساسا هو بجناحين ثلاثة جناحات، وأتوقع أن تزيد الانقسامات، لأنه مثل ما ذكر صباح يعني حيدر العبادي رغم كل سوء أو رغم كل شيء به إلا أنه إلى حد ما أكثر قبولا من نور المالكي. جناح نور المالكي راح يعمل على تشويه صورة العبادي حتى يقدر يوصل للسلطة مجددا، وراح تشوف جناح ثالث يطلع ضد جناح العبادي، وراح يستمر الموضوع. الانشقاقات داخل الأحزاب راح نشهدها بالفترة المقبلة، لأنه هناك حراك في إيران، إيران مو فاضية تجمعهم من جديد لأنه هي قاعدة ترتب بيتها الداخلي، المنطقة شوي تغير شكلها، الانتخابات الآن تقوم مو مثل انتخابات 2014 والظروف اللي تقام بيها، فهذه كلها تؤدي إلى يعني إعادة تكوين المشهد من جديد بطريقة ثانية. ولكن هذه يعني مهما يعني أنت أشرت لربما هذه الدعاية المضادة من قبل جناح المالكي ضد جناح حيدر العبادي هي متفق عليها أصلا لتصب بمصلحة حيدر العبادي الأكثر حظوظا كما
تشير بعض الإحصائيات والأرقام في توليه لولاية ثانية؟ لا أتوقع حتى لا تخرج رئاسة الوزراء من حزب الدعوة. ماشي، بس أنا ما أتوقع، لأنه حيدر العبادي يعني قدام الناس وقدام المجتمع الدولي للأسف ما أخذ الصوت أنه هو اللي حرر العراق من داعش، في حين أن نور المالكي هو من جلبها. إحنا بغض النظر متفقين أو مختلفين على هالموضوع، وأنا شخصيا أرفض هذا النسب الانتصار إلى، لأنه هو مو انتصار، ولكن الموضوع يعني فعلا يعني هو لا، ما رح يكون مجرد دعاية على مود يصعد حيدر العبادي. نور المالكي دائما يحاول يطلع بالمشهد، ومن استفرد بالسلطة لمدة 12 سنة أو 10 سنين ما رح يتركها بسهولة أستاذي العزيز. نعم، الأستاذ صباح الخزاعي الأكاديمي والسياسي العراقي من لندن، شكرا جزيلا لك، وأرجو من الأستاذ حذيفة إبراهيم الإعلام العراقي من البحرين البقاء معنا لمناقشة المحور الثاني. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم لمناقشة المحور الثاني. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 12380 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد. يروي ذو ضحايا مجزرة قضاء سنجار التي راح ضحيتها 52 مدنيا تفاصيل مقتل أبنائهم على يد ميليشيات الحشد إبان استعادة سيطرتها على قضاء سنجار. وكانت مصادر صحفية قد أكدت في وقت سابق ارتكاب ميليشيا الحشد جرائم حرب وعمليات قتل وإحراق لعائلات بأكملها تنتمي للعرب السنة، بعد اقتحام الميليشيات في 14 من تموز الماضي قرية عين الغزال التي انسحب منها تنظيم الدولة. نتابع هذا التقرير. مجزرة سنجار في محافظة نينوى لا يزال صداها يسمع من به صمم. فبالأمس القريب تواترت الأنباء الصحفية عن مقتل العشرات من سكان ناحية القيروان وإحراق جثثهم على يد ميليشيات يزيدية منضوية في ميليشيا الحشد. واليوم يقرر ذوو الضحايا الظهور على وسائل الإعلام ليرووا بأنفسهم ما ارتكب بأطفالهم ونسائهم العزل على أيدي الميليشيات. عند قرية القابوسية العايدة لليزيدية، حشد اليزيدي، يعني حشد اليزيدي ينتمون، يعني دعونا نفسهم على الحشد الجنوب، بس هم حشد يعني ميليشيات، يعني شو أقول لك عليهم؟ وخطفوهم من منطقة القابوسية 32 نفر، راحوا حرقوهم وشتلوهم. 52 شخصا ما بين نساء وأطفال ومسنين لقوا مصرعهم بعد دخول ميليشيا الحشد إلى قرية عين الغزال جنوب غربي الموصل، حيث قتل هؤلاء وأحرقوا بداعي صلتهم بتنظيم الدولة. أم أحمد اتهمت جهات حكومية وميليشياوية وأخرى عشائرية بالوقوف وراء إبادة أسرتها. اتهم أول واحد سعيد قاسم حسون شيخ الهسكان، خديه دكوتشو حسن، نايف الجاسو، هو رأس الحية نايف الجاسو، هو نايف الجاسو يعني رأس الحية هسه عم سوينه يعني هم بالحكومة، يعني هو حكومة، هو ميليشيات بس منتمي للحكومة. إيه، علي لالش آمر فوج لالش، نقيب شكر، جلال هبابي، قادر مراد، أحمد مطو، جلال الهبابي مختار قرية النصيرية، الله ينتقم منهم. شهادات أخرى لمواطنين من ناحية القيروان تعزز رواية أم أحمد وتؤكد أن ما فعلته الميليشيات بحق أبناء العشائر العربية السنية في نينوى هو الإرهاب بعينه. من يدعي أنه يعمل تحت القانون ويعمل
بقتل الناس الأبرياء ومصادرة حقوق الأجهزة الأمنية وقتل الناس الأبرياء فهو أشد شرارة من داعش. فقاموا بقتل 8 مزارعين، وفي المزرعة التي قبلها قاموا بقتل 52 فرد من مرأة إلى طفل إلى رجل مسلم في العمر. ذو الضحايا ناشدوا المسؤولين وما زالوا على أمل أن لا تطوى صفحة هذه المجزرة من دون حساب، لا سيما وأن مفوضية حقوق الإنسان في بغداد قد حملت في وقت سابق القوات الحكومية الموجودة في سنجار مسؤولية الحفاظ على رفات 52 طفلا وامرأة من القيروان قتلوا أثناء معارك السيطرة على الناحية. ولمناقشة هذا المحور أجدد الترحيب بالأستاذ حذيفة إبراهيم الإعلامي العراقي من البحرين، وأرحب بالأستاذ مروان الجميلي الصحفي العراقي من لندن. أستاذ مروان الجميلي، يعني جريمة مصورة من قبل مرتكبيها واليوم شهادات من قبل ذوي ضحايا مجزرة قضاء سنجار، أين المحاسبة الحكومية إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدين الكرام. حقيقة الحكومة غائبة تماما عن المشهد في مناطق كثيرة من العراق ومنها سنجار. هذه الجريمة ليست الأولى التي ارتكبتها القوات أو الميليشيات الإيزيدية بحق السكان العرب السنة في سنجار ومناطق محيطة بسنجار. هذه جريمة حرب يعني مكتملة الأركان، يتحمل مسؤوليتها في الأساس هي حكومة المنطقة الخضراء، وإن كانت غائبة أؤكد وإن كانت غائبة فهذه الميليشيات هي اليوم، وكما صرحوا يعني مسؤولي وزارة الدفاع أنهم تحت غطاء حكومي، فما يتحمل مسؤولية هذه الجريمة بحق 52 مدني من العرب السنة هي حكومة العبادي. هذه جريمة يعني كاملة المعالم نفذتها ميليشيات مسلحة إرهابية بحق مدنيين عزل. حقيقة هناك تقارير تشير إلى أن حدوث عمليات اغتصاب بحق عدد من النساء. منظمة ثمرات سوتش في تقرير لها أشارت إلى هذه الجريمة البشعة، يعني خبر للمنظمة في 27 ديسمبر من السنة الماضية في شهر 12. حقيقة المنظمة كان هناك تقرير يتيم واحد عن هذه المجزرة المروعة لحق المدنيين. حقيقة أنا شخصيا تواصلت مع منظمة العفو الدولية في مراسلات حول إمكانية يعني تفعيل دورها في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة، وخاصة أن المرتكبيها يعني معروفين في المنطقة. نعم أستاذ مروان الجميلي، يعني برأيك ما هدف الهجمات المتكررة من قبل هذه الميليشيا اليزيدية على القرى العربية؟ حقيقة هناك مسألة ثأرات، يعني الثأر يعني الميليشيات اليزيدية تبحث عن ثأر مع هؤلاء السكان رغم أنهم أبرياء. نعم. رغم أنهم أبرياء حقيقة، وهذا لا يمنح قوات حرية ارتكاب ضد مجموعات أخرى مهما، حتى لو كانوا لو نفرض جدلا أن هؤلاء متهمين بالتعاون مع داعش، لكن لا يعطيهم الحق لارتكاب إعدامات ميدانية لأبرياء. هناك قضاء، لو كانت هناك دولة حقيقية هناك قضاء هو من يحكم. المنظمة لفتت إلى أنها تحدثت إلى أشخاص من القبيلة أو من العائلة التي فقدت أشخاص يعني بعد الهجوم، يعني تحدثت إلى أنصر بالحشد، يعني أخذت أقوال أكثر من طرف، يعني ثبت بالبرهان والدليل القاطع أن ميليشيات الأزيدية ارتكبت الجريمة انتقاما من أعمال سابقة ارتكبها داعش، ونحن ضد كل الجرائم، لكن هذا لا يعطيهم الحق بارتكاب جرائم بحق مدنيين عزل والتهمة أن وتهمتهم فقط أنهم عشائر عربية سنية، وهذه جريمة. نعم، ألا يأتي من باب التغيير الديموغرافي كذلك؟ يعني هذه الهجمات. أستاذ مروان الجميلي، يعني هل تسمعني؟ نعم. أنت كإعلامي في لندن، كيف ترى ردة فعل الموقف الرسمي والشعبي في بريطانيا أو في الدول الأوروبية من كل هذه الانتهاكات والجرائم؟
الحقيقة الموقف الأوروبي بشكل عام يعني تجاه العرب السنة موقف يعني مخجل ولا يكاد يعني يكون له صدى واضح. الجريمة يعني هي جريمة بحق أبرياء، لكن فقط عدة منظمات ومنها تقرير اليتيم بمنظمة الإمارات السويس فقط تقرير واحد. حقيقة لو 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 رجعنا قليلا للماضي عندما اجتاح تنظيم داعش قرى سنجار شاهدنا كل المنظمات الدولية وقفت وقفة جادة وشجبت وأدانت واستضافت عدد من الضحايا عدد من ضحايا هذا الاجتياح عفوا. لكن اليوم عندما وقع الأمر بحق أبرياء من العرب السنة حقيقة كانت هناك المواقف مخجلة ومواقف صداها ضعيف جدا. نعم أستاذ مروان الجميلي، يعني الحديث عن تحريم الدم العراقي ومصالحة شاملة في مشروع مصالحة جديد يطرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أليس من المفترض محاسبة من انتهك الدم العراقي وإيقاف سفك الدم العراقي وبعد ذلك يتم الحديث عن مصالحة؟ حقيقة المصالحة مهمة، يعني من نستخدم المجازر في حق المدنيين هي حكومة العبادي وجماعات إرهابية نتفق على أنها ارتكبت مجازر، لكن بالمكتب الأساس من ارتكب فظاعات بحق المدنيين هي شيعة الحشد وقوات حيدر العبادي، فمع من المصالحة؟ اليوم يعني حقيقة الإجرام الميليشيات الحشد والميليشيات اليزيدية لم يتوقف عند القتيل وبالشوارع، فلست بجرائم اغتصاب وجرائم تعذيب وجرائم تغيير ديموغرافي لعدة مناطق. يعني إذا ما رجعنا إلى التغيير الديموغرافي الذي جرى في مناطق في ديالى وشمال بابل والموصل، حقيقة هناك يعني سلسلة من التغييرات الجذرية حصلت في المنطقة، خاصة يعني مناطق الموصل كالأفر وسنجار حدث تغييرات يعني جذرية تغييرات ديموغرافية حقيقة، وهذا معلوم للمنظمات الدولية، لكن الكل يصمت مقابل ثمن، وهذا الثمن حقيقة من يدفعه هو المواطن السني العربي. نعم أستاذ مروان، يعني برأيك كيف يمكن المحافظة في المطالبة على هذه الانتهاكات التي حدثت إن كان في الموصل أو في غير الموصل؟ يعني الآلية التي يمكن تفعيل كل هذه الانتهاكات عبر وسائل إعلام عبر منظمات مختصة بحقوق الإنسان إن كان في الدول الأوروبية أو في دول أخرى؟ الوسيلة الأنجع في هذه الحالة حقيقة هي طرق من أبواب المنظمات الحقوقية في أوروبا، هي الأقرب لإيصال الصوت. يعني حقيقة لا نعتمد على المنظمات العربية. أنا أضيف نقطة مهمة، يعني هناك يعني كانت تحرير واضح من قبل الصحف العربية، وخاصة أنا أعطيك مثلا يعني صحيفة الحياة يعني كانت لها أساس اللندنية، كان لها أساس في التحرير ضد العرب السنة، في تقرير لها في 3/8/2014 تقرير موسع عن الاجتياح لداعش حقيقة، وحرضت على قبائل وعشائر عربية سنية في سنجار. هذه إحدى مآسي الصحف العربية والإعلام العربي. التأويل سيكون على المنظمات الدولية والأوروبية بشكل أساس والمنظمات الحقوقية، لا نعول كثيرا، أنا شخصيا لا أعول كثيرا على المنظمات العربية لأنها منظمات يعني لا توصل الصوت بشكل جدي وحقيقي إلا يعني القليل، ولا أؤمن في هذه المسألة. أستاذ مروان، كيف تقيم دور الأمم المتحدة في رصد الانتهاكات وكل الانتهاكات التي حدثت في سنجار وشهادات ذو الضحايا؟ أنا قلت الجريمة واضحة، لكن الأمم المتحدة يعني غائبة تماما عن المشهد. كما أسلفت هناك تقرير يتيم ولا يستطيع حتى أن يكون تقرير واضح. نعم الجريمة جريمة يعني إبادة بحق عشرات الأشخاص يعني، وبشهادات حتى هناك نواب في البرلمان العراقي مثل عبد الرحمن الويدي أشار في شهادة له أن على الحكومة القيام بالتحقيق. لكن الأمم المتحدة هي اليوم يعني تقوم بدور يعني دور هامشي
فيما يتعلق بجرائم الحرب في بحق العرب السنة. وهذا الامر ينطبق على الامر نفسه في سوريا. الميليشيات الكرديه الارهابيه ايضا ارتكبت مجازر داخل كل يصمت صمت رهيب يعني. نعم، يعني في بدايه هذا المحور تساءلنا حول ان الجريمة مكتملة من التصوير والشهادات، ظاهرة التصوير يعني ما زالت مستمرة حتى بعد انتهاء المعارك مع تنظيم الدولة. هذه الظاهرة، ظاهرة أن المجرم والمنتهك يقوم بتصوير الجريمة ويقوم بإحراق الجثث، برأيك إلى ماذا تشير؟ تشير إلى أن هناك جريمة ميليشيات كردية فوق الدولة وفوق القانون، فوق الجيش وفوق المؤسسات الأمنية بكافة صنوفها. يعني على قوات أمن الدولة، كانت هي فعلا قوات أمن الدولة تحويل تركيزها على إلى إلى منع الانتقام. يعني هناك حالات انتقام بسكان مدنيين لا ذنب لهم، سواء أنهم عرب أو سواء أنهم يعني يؤخذون بجريرة أقرباء. هذه جريمة يعني على قوات الحكومة إن كانت صادقة، على حكومة حيدر العبادي أن تمنع الفضاء المرتكبة بحق العرب في مناطق يعني سنجار وتلاخر وحتى الأكراد يعني والتركمان. نحن ضد أي جريمة بحق الإنسانية ترتكب مهما كان دين أو مذهب أو قومية يعني هؤلاء. بالنهاية نعم، هذه جريمة حرب، من يتحمل مسؤوليتها أقول حيدر العبادي، لأن هذه ميليشيات هي ظل إطار القوات الحكومية الرسمية الأمم المتحدة ضمان دولية كان مفترض أن تقوم بفائد. وهذا كله مقابل ثمن المنظمات الحقوقية كل غالب حولت إلى دكاكين حقوق دكاكين للمتاجرة، وهذا واضح. نعم. الأستاذ مروان الجميلي الصحفي العراقي من لندن كان معنا، شكرا جزيلا لك. كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ حذيفة إبراهيم الذي حاولنا الاتصال به أكثر من مرة ولكن لم نوفق بالاتصال به. شكرا جزيلا لكما أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.